ورالهم الخور نتاعهم، ورالهم تعكعيكهم وسكوتهم وكذبهم ودجلهم وتغيير الحقائق على العباد. لكن هم ما فهمناش من نصر ولا يعني. هاو باهم بالكاشف يا سيدي، وشكونهم السراق وشكونهم اللي يخافوا ربي؟ شكونهم اللي يخافوا ربي؟ تخاف ربي علاش تخاف من المحاسبة؟ تخاف ربي علاش تجاوب من شعبك؟ تننسوا اعطيتونا تننسوا وقت اللي اعطونا بولادنا في الكرادين وهم يراكموا في الثروة ويطالبوا بالتعويضات ولا يحرق والاخضر واليابس. احنا معاكم ان شاء الله نحكوا مع اعصابهم نحاسبهم. المظلوم الله لا يشويه، اما اللي هو عامل الله لا يمنعه. ومعاك يا قيس، معاك مسار التصحيح والاصلاح المتبحر. منذ سنوات حقيقة كل عام يجي ذكرى عيد الاستقلال، لكن ما شفناش الشعب التونسي محتفل كما السنة. علاش زعما؟ الحمد لله السنة الفرحة فرحتين، الحمد لله كهنة المعبد في السجون، والعاقبة اللي كبيرهم الخماو شيبة النحس هك اللي قالهم عايشين في تونس على وجه الفضل. اليوم هبطتنا راية واحدة تونس، ولا عزة إلى تونس. الشعب هو اللي عنده الإرادة، هذا الشعب التونسي الحقيقي هبطنا تلقائيين. ها هو شكون نجرو على الأجيال الصاعدة، أبنائنا وأبناء تونس، الشباب هذا الصغير. الحمد لله يا ربي، لأن عندنا رئيس نظيف ونزيه ومنا وإلينا، وعلى العهد يبقون. يا سيد الرئيس المحاسبة، ثم المحاسبة القانونية، المحاسبة القانونية. ونطلب من سيد الرئيس حل كل النقابات، هذا يا مطلب شعبي. واحنا فوضنا سيد الرئيس، نحن الشعب فوضنا سيد الرئيس باش فوضناه. انتخابات عنده أغلبية، الشعب صوت له أغلبية، فلا عاش في تونس من خانها، حتى واحد ما يدخل. طز في برلمانات العالم الكل، تحيا تونس ولا عزة إلا لتونس. طبق تعليمات الشعب يا سيد الرئيس. وحاجة أخرى بربي، نتمنى التوفيق لسيد وزير الداخلية الجديد، راك راجل ونظيف ونزيه، نظف البلاد والشعب معك أنت وسيد الرئيس، وتحيا تونس. ونطلب البرلمان اخدم على روحك، أما رانا باش نكونوا عينينا عليكم، راكم تحت شرفنا نحن، وهم اللي باش تخدموهم الأجيال الصاعدة. إن شاء الله ربي يزين لهم طريقهم، وإن شاء الله كل عام ونحن حيين بخير، وإن شاء الله ربي يحنن الشعب على بعضه، وربي بعد علينا الخنازير الخنانيج، وربي بعد علينا كانت المعبد أمول. أنا نحب نقول كلمة واحدة سيد الرئيس، إن شاء الله ربي معاك والسريق هذوما البلاد، إن شاء الله ربي يهلكك، إن شاء الله يهلكك. الله لا تربحكم، إن شاء الله ربي معاك، حسب الله ونعم الوكيل فيكم. ربي معاك، إن شاء الله، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله ربي معاك، حسبهم، إحنا مع المحاسبة. ان شاء الله ربي معاك سيد الرئيس. السلام عليكم. قولوا باي باي، امسح الكفرات، خلوش انتهي انتهي، تخلوا قولوا باي باي، سي انتهي، خذوا المحاسبه، نحبوا المحاسبه توا. فماش انا ما عمري ما جيت وما احتفلت حتى اي عيد استقلال، كان توا جيت على خاطر مع الرجل النظيف ومع الناس النظاف، وربي ينصره وربي يعليه على من يعديه، وتحيا تونس. الذكرى الغاليه العزيزه على كل تونسي وطني يحب هذا الوطن. نحن نحتفل اليوم بالذكرى عيد الاستقلال بطريقة مميزة، لأن تونس افتكوها منذ 10 سنوات، افتكوها لمدة 10 سنوات خراب ودمار، فهمني. وجاء هذا الرئيس الصادق الوطني الصادق الشريف النزيه. نحن نميز بين الصالح والطالح، بين الغث والسمين، نقول للمحسن أحسنت والمسيء أسأت. هذا الرئيس أنقذ تونس، هذا الرئيس يكفيه. إن أصاب في تسيير الدولة فله أجران، وإذا لم يصب فله أجر واحد، والصندوق الوحيد والشعب القادر على تغييره. أما أنه منا جماعة الخراب والدمار خرجوا اليوم يحتفلوا بهذه الذكرى العزيزة، ما خرجوش لأنهم همش توانسة. كل ما معارض، كل ما هو معارض للرئيس هذايا، لا ما عندوش الوطنية، ما عندوش الشرف، ما عندوش النزاهة، فهمتني. نعرف الشباب ما تعنيلوش المناسبة هذية، فهمتني. ونقول للتوانسة الصامتين أن يكونوا لجانب هذا الرئيس لإنقاذ الوطن والإرساء به أنا في بر الأمان. هذا فهمتني، هذا الرئيس الذي أجرى عملية جراحية على وطن وعلى العزيز وهو وطن،
فهمتي؟ لاستعصال الاورام الخربيط والادران، هم جماعه الخرب الوطني. لذا على التوانسه ان يعطوا هذه المناسبات القيمه، فهمني، القيمه الوطنيه. منين جيت خويا وعلاش قلت لي؟ انا جيت من بني خيار، بما انه ولدي بلادي، انسان يخدم في الوطن نتاعو، ان شاء الله يوصل هكايا، يا ربي تنصر تونس وربي تحميها، واحنا ان شاء الله الشعب هذا الكل ترافيه هذا جزء اللي يتززع بالبلاد. معناها انا ديجا جيت من بني خيار، خليت كرنفال كبير ياسر، فهمتني؟ احنا ندعموه وان شاء الله يا ربي ان شاء الله تنصروا، ولكن مش نقول لك العباد الكل والشعب الكل معاه، وربي تنصر تونس. صحيح تونس هكا، وان شاء الله ربي معايا ومع الناس الكل عادي. اليوم بمناسبة عيد الاستقلال، أول مرة كمواطن تونسي نحس اللي بالحق الشعب التونسي خرج يحتفل بعيد الاستقلال، خاصة بعد مبادرة الرئيس أنه قال لا للتدخل الخارجي. اليوم نحسوا اللي تونس مستقلة، وقت اللي قلنا لا للتدخل الخارجي، اليوم الشعب هذا هو الشعب التونسي اللي خرج يحتفل بعيد الاستقلال ويساند في قرارات سيد الرئيس في المحاسبة. أما الحاجة اللي نحب نوصلها والمساج اللي نحب نوصله، أنه المحاسبة ما تكونش عن نطاق الوطني كهو، ولكن تشمل الجهات والمعتمديات والولايات، كما ولاية سوسة، الولايات الكل فيهم برشا توسيات بتاع فساد. ماذا بينا لفتة للولايات والمعتمديات كما معتمدة كودة ولاية سوسة، راه فما برشا خوار في الإدارات التونسية، وماذا بينا اللفتة هذه تكون للولايات كهو، مش للولايات، مش كان عن نطاق الوطني. وشكرا. فلا عاش في تونس من خانها. تحيا تونس، تونس تعيش، تونس تسترد روحها، أنفاسها تسترد لونها الأخضر. نحن رجعنا عشنا الحمد لله، إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن، إن شاء الله ديما القدام، إن شاء الله تونس ديما منتصرة، إن شاء الله ديما رايتنا مرفوعة الفوق، وقدام بلادنا شيء ما يسوى، قدام تونس إن شاء الله ديما راية تونس مرفوعة. أنا عندي 10 سنين نحب نقول هالكلمة هذه، وعندي غاية وحيدة ورئيسية، نحب هالكلمة محليها تونسنا العزيزة بينا، ومحلينا احنا التوانسة بها، يقراها لو ماكسيموم نومبر نتاع توانسة. نمشي لبنقردان، نمشي لسيدي بوزيد، نمشي للقروان، وين نعرف فما لما نتاع مجتمع تونسي، نحبهم يقراوا الكلمة ذي، خاطر بلادنا باهية، راي بلادنا مزيانة، راي بلادنا حلوة، واحنا حلوين وماناش فايقين برواحنا، احنا كلنا محلينا وماناش فايقين برواحنا. راجل كبير مرة قال لي البلاد اللي فيها الدقله والقوارص ناعم عليها رب. احنا بلادنا فيها الدقله والقوارص، فما بلدان اخرين في العالم عندهم الدقله وعندهم القوارص. عندي حبايبي من سوريا ومحلاها سوريا ومحلى شعبها، يقول لي عندنا ابو سره على برتقال التمصل، اما النكهه يقول لي اللي ذقتها في تونس عالميه. احنا صغار نسمعوا لا مالتيز دو تونيزي في فرنسا، اللي مشاو هاجروا لفرنسا يجيو يقولوا راه المالتي نتاعنا يا ناعما، بلادنا حلوة وبنينة. والحاجة اللي تفرح دوام الحال من المحال، مستحيل وضعية تقعد هي بيدها العمر كله. المطلوب توا اللي يفيدوا حجرة يلوح، اللي يفيدوا حجرة يلوح. نتمنى هالبارونات متاع اللي يحبوا يجوعونا ويحبوا كذا يجيوا يطلوا علينا يقولوا ماينا، رانا عملنا وعملنا وعملنا وعملنا. توا الكورة عند الشعب، وربي يوفق الشعب والحمد لله. Yeah!